مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا، جمهور الأهلي. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. الحقيقة أيام قليلة قوي بتفصلنا عن عودة الروح والحياة والشغف للملاعب المصرية. كلنا مستنيين عودة الدوري المصري، كلنا مستنيين نشوف الأهلي هو بيمتعنا بأدائه بانتصاراته من جديد. يوم الحد اللي جاي إن شاء الله عودة الدوري، والحقيقة أن جمهور الأهلي بيضرب مثال في الأروع، مثال في الوفاء والحب، وانه دايما في ظهر النادي، وباذن الله هنشوف ده يوم الحد اللي جاي. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا 6 مساء بتوقيت القاهره. نكون مع حضراتكم انا وساره جوله طبعا زي ما حضراتكم اتعودتم في اهم الاخبار. وزي ما قالت ساره كله بيسخن، مش بس اللعيبه ومش بس الفرق، الناس كلها الحقيقه وحشها رجوع المسابقات مره ثانيه. وخلاص احنا بنتكلم على ساعات بسيطة جدا وترجع المسابقة، ومسابقة الدوري العام تستأنف نشاطها مرة تانية، ومن بعدها إن شاء الله ندخل على بطولة إفريقيا. كلها ماتشات مهمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وكلها ماتشات مهمة عشان نحقق البطولتين. والحقيقة النهاردة يمكن بالمناسبة دي يا سارة، بمناسبة استئناف النشاط مرة تانية، احنا فاتحين ملف في غاية الأهمية يمكن يكون مرتبط بشكل مباشر باستئناف البطولة مرة تانية، لكن الحقيقة هو ملف يستحق كل الاهتمام من كل القائمين على ملف كرة القدم. احنا بنتكلم على كرة النهاردة بقت تجارة وصناعة واستثمار كبير جدا، بتنفق عليه مليارات، مش هقول ملايين، مليارات الجنيهات. وبالتالي ركن أساسي من نجاح النشاط ده هو التحكيم. النهاردة في السادسة بنفتح ملف التحكيم المصري، والحكم المصري تحديدا جاني أم مجني علي. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم العناوين. الأهلي يواصل تدريباته الرئيسية على التتش استعدادا لعودة الدوري. فيفا بيختار 6 حكام أفارقة في القائمة الأولية لكأس العالم 2022. الجنايني ملف الموسم المقبل من اختصاص المجلس الجديد. اتحاد الكرة بيعلن أن الإعلان عن اللائحة الجديدة بمجرد اعتمادها من فيفا. لونجلي بيقول محمد صلاح من أفضل المهاجمين في أوروبا. رابطة مشجعين ألمانية بتنتقد خطط عودة الجماهير للملاعب. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما ندخل في تفاصيل اخبارنا النهارده، اسمحوا لي بس اعقب على واحد من الاخبار اللي يمكن انتشر النهارده، تم بثه من خلال واحده من الاذاعات صباح اليوم، وانتشر بعد كده يمكن بشكل كبير على السوشيال ميديا، والخبر كان متعلق وهو خبر غير صحيح على الاطلاق. خبر كان بيقول انه كابتن محمود عبد المنعم كهربا هيتنقل من نادي الاهلي لنادي النصر السعودي. والخبر ده زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما عدنا حضراتكم من الحلقة الأولى، إن كل الأخبار الغير دقيقة والمتعلقة بالنادي الأهلي هنصححها مع حضراتكم هنا، خصوصا إنه الخبر ده يمكن يعني اتنشر في توقيت صعب شوية، توقيت الفرقة داخلة على بطولتين في منتهى الأهمية، في حالة تركيز شديدة جدا بين اللعيبة. كابتن كهربا بنفسه أعلن هنا في قناة النادي الأهلي إنه يعني في غاية السعادة والاستقرار مع النادي الأهلي، وبيوعد جماهير الأهلي في الفترة اللي جاية ان هو يطور من مستواه. والراجل الحقيقة زي ما بنتابع مركز جدا في التمرين مع النادي الاهلي عشان يسعد جماهيره. فبنأكد على حضراتكم هذا الخبر غير صحيح. احنا اتكلمنا مع المسؤولين في النادي، واتكلمنا مع وكيل كابتن كهربا، والاثنين حقيقة مصادرنا اكدت تماما انه هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق. فكان مهم ان احنا نوه لحضراتكم
عشان ده الى حد كبير طبعا يعني مش عايز اقول انه بيضرب استقرار الفريق، لكن النوع ده من الاخبار الحقيقه بيسبب حاله من حالات التوتر عند اللعيب وعند المسؤولين عن الفرقه. فكان مهم جدا ناكد لحضراتكم انه كهربا باقي مع الاهلي ومستمر مع النادي الاهلي، وانه خبر انتقاله للنصر السعودي خبر غير صحيح على الاطلاق. نروح بقى لأخبار الأهلي برضو يا أحمد، اللي بيواصل تدريباته اليومية حاليا على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري بمباراة إنبي يوم الحد اللي جاي. فايلر طبعا المدير الفني السويسري يعني بيكثف مع الجهاز الفني اجتماعات وجلسات مع لاعبي الفريق عشان يعالج أي مشكلة قبل طبعا بطولة الدوري المصري. هنروح كمان عشان نبقى أكتر موجودين في الخبر يعني ملعب التتش، هنروح معنا مراسلنا مينا ماهر. مينا مرحب بيك في برنامج السادسة، وعايزاك تطمني على جاهزية اللعيبة النهاردة. تحياتي ليك يا سارة، وتحياتي ليك يا أحمد، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. من ملعب مختار التتش وتدريبات قوية جدا استعدادا لمباراة إنبي القادمة في الدوري الممتاز. يعني تدريب النهاردة يشهد حماس شديد جدا من جميع اللاعبين، حتى يمكن اللعيبة كانوا في غرف خلع الملابس من الساعة 4:30 يعني قبل ميعاد التمرين بساعة. يمكن كوتش ريني فايلر بيركز الفترة دي على التدريبات البدنية، يعني كان لازم التركيز على التدريبات البدنية بشكل كبير جدا، محتاجين الفرقة ترجع تاني للقوام البدني المطلوب. عندنا دوامة من المباريات المحلية والأفريقية. بنشكرك مينا، شكرا جزيلا. ويمكن من الأخبار اللي عرفناها النهاردة أنه كابتن صالح جمعة اشترك في المران الجماعي، والحقيقة صالح يعني كل المقربين منه بيأكدوا انه في حالة تركيز شديدة جدا، رغبة منه في انه يتصالح مع نفسه الاول، وبعد كده يتصالح مع جمهور الاهلي الحقيقة مستني منه كتير، وهو جدير ويتمتع بامكانيات الحقيقة فنية عالية جدا. نتمنى الحقيقة ان هو يفيد بيها نفسه ويفيد بيها فرقته ويفيد بيها منتخب مصر في النهائي. كمان يا احمد ياسر ابراهيم عشان اطمن الجمهور، بدأ جلسات العلاج الطبيعي، لاعب مهم ويعني طبعاً الفترة الجاية وياسر بازل مجهود ومركز جداً الحقيقة في الفترة الأخيرة بشكل كبير لولا الإصابة اللي حصلته في الماتش اللي فات، لكن الحقيقة إن شاء الله نتمنى إنه يتعافى سريعا ويدخل فورمة. حمدي فتحي يرجع لنا إن شاء الله، وتبقى قائمة سعد سمير بعد كده، وندفد علامة استفهام الحقيقة كبيرة جدا حيرت كل جماهير النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله كلهم إضافة للفريق وإن شاء الله يفيدوا فرقتهم في الفترة اللي جاية. نروح وبمناسبة إنه حلقتنا النهاردة سارة عن التحكيم، الحقيقة معنا خبر من الاتحاد الدولي الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي اختار بالفعل ستة حكام أفارقة عشان يكونوا متواجدين في القائمة الأولية الخاصة بالحكام اللي هيحكموا إن شاء الله ماتشات كأس عالم 2022 واللي هيقام حتى اللحظة في قطر. وفقا لما ذكره تقرير صحفي إفريقي، فالمصري الحكم المصري أمين عمر موجود في القائمة الأولية لحكام أفريقيا في كأس العالم اللي جاي إن شاء الله. القائمة كمان اللي اعلنها فيفا بتضم مع امين عمر من مصر في رضوان جيد من المغرب، مصطفى غربال من الجزائر، ماجيت نداي من السنغال، باملاك تسيما من اثيوبيا، ونجامبو ندالا من دوله الكونغو الديمقراطيه. بعد كده مفترض انه هيتم تصفيه حكام القائمه الاوليه قبل بقى يعني عده اشهر من موعد انطلاق كاس العالم اللي هيقام ان شاء الله في نهايه 2022. حاجه مشرفه يا احمد انه يبقى في حكم مصري في كاس العالم في قطر طبعاً. كمان كان الحكم المصري الوحيد في كاس العالم اللي فات في روسيا كان جهاد جريشه. امين عمر حكم ليه خبرات قويه جدا، شفت له ماتش في الكلاسيكو في الدوري التونسي كان النجم بيلعب الترجي، كمان كان من ضمن حكام كاس افريقيا للشباب 2019، فان شاء الله نشوفه في كاس العالم في قطر بيأدي أداء. الواحد بيفرح لما بيشوف أي عنصر حقيقي من عناصر اللعبة، سواء كان مدير فني، سواء كان حكم، سواء كان لاعب أو سواء كان إداري محترف موجود في دوريات، حتى ولو كانت دوريات أفريقية أو دوريات عربية. لكن الحقيقة بنيجي هنا عند الحكام في مصر ونشعر دايما إن في أزمة ثقة. يعني إحنا النهاردة الكلام على ماتش أهلي والزمالك 22 إن شاء الله 8 بنتكلم فيه إنه مش ممكن، وده طبعا قرار مجلس وزراء إحنا متفاهمين ده تماما، لكن خليني أقول حتى ولو ما كانش في قرار مجلس وزراء، هل يتمتع الحكم المصري بالثقة الكافية أنه يدير ماتش بحجم ماتش الأهلي والزمالك؟ وليه الحقيقة عناصر اللعبة مكتملة، سواء جمهور أو إدارة، إدارات أندية أو لجنة حكام أو اتحاد كرة، ما يديش البوش دي أو الدفعة دي؟ أنا متفق معك أنه في أزمة ثقة، ده واحد من الأسئلة أو المحاور اللي مطروحة النهاردة في حلقتنا.
نروح لاتحاد الكوره واللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد الكوره. النهارده عمرو الجنايني رئيس اللجنه كشف ان الموسم المقبل ان شاء الله هيكون تحت اداره مجلس الجبليه الجديد، ولجنه المسابقات الحاليه برئاسه طبعا حسام الزناتي هي اللي هتحط الجدول الخاص بمنافسات الموسم اللي جاي. الجنايني كمان قال في تصريحات اعلاميه النهارده يمكن اتنشرت صباحا انه العشر شهور اللي فاتت الحقيقه شهدت انجاز عديد من الملفات اللي تولت مسؤوليتها طبعا اللجنه الخماسيه، وان اللجنه شغاله على انها تجهز كل الامور المتعلقه او التي الملفات التي لم تنتهي حتى اللحظه. طبعا ده بعد مد فتره عمل اللجنه من قبل الفيفا ساره لمده 4 شهور اضافيه. اتكلم على ماتشات المنتخب المصري، اتكلم انه في تنسيق وانه تم بالفعل اتفاق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول ومع كابتن شوقي غريب مدرب المنتخب الاولمبي على كل التفاصيل المتعلقه باجنده المنتخبات في الفتره اللي جايه، وعندنا اكثر من مباراه وديه طبعا، وحسب التعديلات او حسب سير جدول الدوري العام، والاولويه طبعا هتكون في المقام الاول للمنتخبات. المنتخب الاول مفترض انه هيلعب يسار في شهر نوفمبر المباريات الرسميه، وكمان تم الاتفاق مع كابتن حسام البدري على كل التفاصيل. اما فيما يتعلق باستكمال مباراه الدرجه الثانيه، قال ان في اتجاه واحد لاستكمال المسابقات، وانه هيكون في مساحات طبيه للفرق اللي بتشارك في المسابقات المختلفه هتبدا ان شاء الله من النهارده وتستمر كمان على مدار الغد. في إطار الحديث كمان عن اتحاد الكرة، صحيفة الوطن النهاردة قالت أن مصدر داخل اتحاد الكرة قال أن اللجنة الخماسية هتعلن عن اللائحة الجديدة بمجرد اعتمادها وإرسالها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تمهيدا طبعا لإبلاغ الأندية أعضاء الجمعية العمومية بها. كمان الصحيفة قالت أنه نقلا عن المصدر كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد بتيسر العمل نحو إعدادها وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمني المتفق عليه. كمان من الطبيعي أن يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها. المصدر ده كمان قال أن الأندية دي هتطلع على اللائحة الجديدة، وهيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة يتولى مهمة شؤون الجبلية خلال الفترة المقبلة. طبعا الاتحاد تلقى الأسبوع الماضي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية وبأدائها في تنفيذ المهام المكلفة بها، وأشار إلى أن الظروف اللي اجتاحت طبعا العالم بسبب كورونا اتسببت في عدة أمور إن هم ما يقدروش يستكملوا المهام اللي كانوا المفروض يعملوها من الأول. الحقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كمان قرر زي ما قلت لحضراتكم إن هو يمد في فترة عمل اللجنة الخماسية 4 شهور، تنتهي إن شاء الله في نهاية 30 نوفمبر المقبل، عشان تقدر ترسم خريطة الطريق نعدي بيها من مرحلة صعبة أو مرحلة استثنائية، وإن شاء الله نتمنى أنها تعدي على خير. هروح مع حضراتكم لكليمون لونجلي مدافع الفرنسي الشهير مدافع البارسا. الحقيقة يمكن كليمون لونجلي في واحد من الأحاديث الصحفية معاه، ودايما حضراتكم المدافعين عارفين بيبقى عندهم القدرة بشكل كبير جدا على تقييم مستوى المهاجمين، يعني لما تكلم تحب تعرف مصادر الخطوره او نقاط القوه في اي مهاجم تروح لمدافع على طول، خصوصا لو مدافع كبير زي اسم كليمون لونجلي. الحقيقه هو اتكلم على ثلاثي ليفربول المرعب الحقيقه، واعتقد انه سواء المو او فيرمينيو او ساديو ماني بيشكلوا مثلث رعب لاي مدافع على مستوى اوروبا، بما فيهم الانديه الكبيره على مستوى الريال والبي اس جي والمان سيتي وبرشلونه كمان. هو اتكلم الحقيقه على الثلاثي ده بشكل كبير جدا، واثنى الحقيقه بشكل واضح على القدرات، ده على لسانه طبعا مش على لساني، على القدرات اللي بيمتلكها محمد صلاح طبعا مهاجم مصر ومهاجم ليفربول، وقال ان هو واحد من افضل المهاجمين في اوروبا بجانب كمان الثنائي ليفربول ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو. وقال كمان لونجلي في تصريحاته على موقع الرسمي لنادي البارسا انه من افضل المهاجمين في اوروبا في الفتره الحاليه صلاح وماني، بيعتبروا على حد تعبيره لاعبان متفجران بيشكلوا ثلاثي مع بالاضافه لفيرمينيو طبعا اللي بيقدر يخلق لهم مساحات كبيره جدا، والثلاثه دول من الصعب انك انت تتعامل معاهم كمدافع. اثنى كمان الحقيقه واشار لليفاندوفسكي المهاجم البولندي اللي بيلعب في البايرن، واحد من طبعا من يعني المهاجمين الافزاز الحقيقه. ليفاندوفسكي يعتبر واحد من اقوى رؤوس الحرب على مستوى العالم، وقال عنه انه مهاجم موهوب وجيد للغايه، وخصوصا
داخل منطقة الجزاء، وبيمتلك كمان مستوى عالي جدا من اللياقة البدنية، بالإضافة كمان لإشادات طالت لوكاكو المهاجم البلجيكي اللي بيلعب حاليا في الإنتر ميلان. واتكلم طبعا لوكاكو دبابة حضراتكم عارفينه، وبالتالي هو حتى بيقول يعني ان هو كان بيفضل دايما ان هو يبتعد عنه، يعني ما يلعبش جنبه او يلعب عليه بشكل مباشر. واثنى كمان حقيقة على ماركوس راشفورد مهاجم المان يونايتد، واتكلم على قد ايه ان سرعته ممكن تكون سبب في مشاكل كتيرة جدا لأي مدافع. طبعا يا احمد، برشلونة في ماتش مهم يوم السبت اللي جاي مع نابولي، عندنا كورس مكثف جمعة وسبت عشان بمناسبة لونجلي ثمن نهائي اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا مع نابولي. متوقع مين يفوز برشلونة ان شاء الله؟ لا بس يعني انا شايف انه المان سيتي عامل سيزن في الشامبيونز ليج، يمكن هو في الدوري كان بعيد قوي من زمان، لكن شايفه مركز قوي في الشامبيونز ليج. انت عارف ان انا بشجع برشلونة زيك، وبرشلونة طبعا محتاج ان هو يتعادل سلبيا او يفوز الماتش ده علشان يقدر يتاهل لربع النهائي ويلعب الفايز من تشيلسي وبايرن ميونخ. طب بصي انا هقول لك حاجه بقى، يعني انا بشجع برشلونه جدا ومش هتضايق ابدا لو برشلونه فاز بتشامبيونز ليج، ده شيء يسعدني، لكن انا بشوف في فرقتين في اوروبا من حقهم الحقيقه ان هم يفوزوا بالتشامبيونز ليج بعد مواسم اكتر من موسم رائع، لكن في سوء حظ غريب بيقابلهم في التشامبيونز ليج تحديدا. البي اس جي بشوفه فريق متكامل جدا، ومن حقه الحقيقه ان هو يمكن غياب امبابي لانه امبابي اصيب ياثر على مستواه وعلى مشواره في الشامبيونز ليج. وبشوف كمان المان سيتي خصوصا مع بيبي جوارديولا فريق متكامل بيلعب كوره حلوه، الفرقتين دول بتمنى على الاقل واحده منهم توصل للنهائي. والبارسا تفوز برده، ما تزعليش نفسك يعني ما تزعليش نفسك. انتقدت مجموعة المشجعين الألمانية أور كيرف خطط إعادة الجماهير لمباريات كرة القدم الموسم اللي جاي، وده الأمر يعني الموضوع على جدول أعمال رابطة الدوري الألماني. جوس بيتر عضو مجلس الرابطة قال إن أزمة انتشار فيروس كورونا لا تزال مستمرة، كما أنها بتشهد زيادة في الحالات مؤخرا، وده الأمر اللي أكد خطورة السماح بالخطوة دي. قال كمان إن مع كل الرغبة اللي بيمتلكها في العودة للملعب، بس إحنا بنعيش في فترة صعبة جدا، المنطق بيقول انه لازم يكون في يعني حمايه صحيه، هي دي تبقى الاولويه بتاعتنا. وتابع بيتر كمان ان الانديه اللي يجب ان تقدم ضمانات بان بيانات الجماهير تستخدم في اي شيء اخر الا الحمايه الصحيه، وده طبعا في حال السماح للجماهير بالعوده بالتذاكر الشخصيه عبر الانترنت. كمان انتقدت روابط اخرى للمشجعين جوانب مختلفه من مفهوم رابطه الدوري الالماني، بما في ذلك منع المشجعين من الفرق الزائره من حضور المباريات. والمقترحات دي بتتضمن المقدمه من رابطه الدوري الالماني السماح لعدد محدود من الجماهير بالعوده للمدرجات مع الموسم الجديد اللي هينطلق طبعا 11 سبتمبر المقبل بالجوله الاولى من كاس المانيا، لكن كل نادي بيحتاج للموافقه الخاصه من السلطات الصحيه المحليه في ولايته. عايزه اقول لك يا احمد، بعيد عن المانيا، حمدي فتحي النهارده انتظم في التدريبات نادي الاهلي، مش عارفه اذا كان هيلحق كده ماتش ام بي ولا متهيألي صعب شويه. صعب صح؟ صعب ماتش ام بي، بس الحمد لله ان هو يرجع يتمرن مره ثانيه، ولكن اعتقد هيبقى جاهز في الفتره الجايه. الكلام بيقول ان في امكانيه انه يشارك، بس انا حاسه انه صعب. هو يعني بقاله كتير يعني بعيد عن التدريبات بسبب كورونا، عشان يعني يستعيد لياقه الماتشات مره ثانيه اعتقد هياخد منه شويه وقت، وان كان الحقيقه طبعا ده يعني متروك للجهاز الفني، هو الاكثر قدره على انه يحكم على مستويات اللعيبه ومين يقدر ينفذ التكتيك بتاعه والخطه بتاعته جوه كل ماتش. انا مجهزين لحضراتكم النهارده انفوجراف لطيف جدا، بس قبل ما نتكلم عليه، حضراتكم عارفين انه في اوروبا دوريات مغذيه. يعني ايه؟ يعني لما نيجي حتى هنا مثلا، لما نيجي نتكلم على اهم الدوريات اللي بيحبها الجمهور المصري او اللي بيشجع فرقها الجمهور المصري، هنلاقي 3-4 دوريات على وجه التحديد. الليجا في اسبانيا، بونز ليجا في المانيا، الدوري الانجليزي طبعا عشان لاعبتنا الموجوده هناك، وحتى من قبل مو صلاح ما يكسر الدنيا في ليفربول كان الجمهور المصري بيحب يتفرج على بريمير ليج، ويمكن مثلا الكالتشو او الليج ان اللي هي بطوله فرنسا. غير كده ما لناش اهتمامات، يعني صعب تلاقي حد مثلا متابع قوي الدوري اليوناني او الدوري البرتغالي او حتى الدوري الهولندي، على الرغم ان الدوريات دي تعتبر من الدوريات المغذيه لاكبر واهم نجوم اوروبا. وعلى فكره في سنين يا ساره بيطلع من نفس الدوريات دي ابطال اوروبا، يعني شفنا في اياكس مثلا في اكتر من مناسبه قدر انه يحقق بطولات اوروبيه منهم تشامبيونز ليج، شفنا سبورتنج لشبونه في البرتغال، لكن تبقى الانديه في الدوريات دي دايما هي اللي بتكون مصدر اللعيبه
اللي الى حد ما اسعارها مش غاليه قوي زي بقيه الدوريات. انا عايز اوقف حضراتكم بس مع الدوري البلجيكي ومع بلجيكا، التجربه في بلجيكا بشكل يعني على وجه الخصوص. بلجيكا النهارده اللي يدخل على موقع الفيفا يلاقي انه منتخب بلجيكا، حضراتكم عارفين انه احنا ما نعرفش كتير عن بلجيكا، ولو سالت اي حد في الشارع قول لي ثلاث انديه بتلعب في الدوري البلجيكي، يعني لو رد عليك وقال لك مثلا اندرلخت يبقى كتر خير الدنيا. بلجيكا النهارده على الموقع الرسمي للفيفا بتتصدر تصنيف منتخبات العالم وبتحتل المركز الاول على حساب منتخبات ليها باع طويل جدا على حساب البرازيل والمانيا وفرنسا وايطاليا والارجنتين واسبانيا. تجربه بلجيكا في السنوات الاخيره تستحق انها تدرس. الدوله دي او القائمين على منظومه كره القدم في الدوره دي قدروا ان هم يبنوا نظام جديد خرج لاهم انديه العالم لعيبه كبيره جدا على مستوى هازارد وعلى مستوى دي بروين وعلى مستوى اوريجي وعلى مستوى لوكاكو وغيرهم وغيرهم، انا مش عايز انسى حد. لكن ازاي قدروا يعملوا النقله دي وازاي قدر منتخب بلجيكا في فتره بسيطه جدا يا ساره يوصل ان هو يناطح الكبار؟ يعني شفناه حتى في كاس العالم وصل سيمي فاينل وهي دوله ملهاش اي تاريخ وما عندهاش مسابقات محليه بنفس القوه اللي بتتمتع بيها. قدم اداء فعلا كويس جدا في كاس العالم. صحيح. على كل الاحوال نرجع لانفوجراف مره ثانيه، وبيتهيالي الانفوجراف ده هنعرض فيه مع حضراتكم بعض الارقام كده تتكلم على انه ازاي الدوريات الخمسه دي البلجيكي والهولندي واليوناني والبرتغالي والبرازيلي بتعتبر روافد ومصادر اساسيه لاكبر انديه اوروبا. ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه انا وساره بعد الانفوجراف وبعد الفاصل.